مرت الدقائق كلما تقدم لاعبوه للأمام، ولذلك يريد أن يراهن على هذه الاستراتيجية أنه يدافع جيدا لا يستقبل أهداف ويمنع النصر، لكن النصر عنده محاولة من تيليس في هذا المكان خطيرة للنصر، التسديدة قوية، الله الله، عاصفة النصر مستمرة، عاصفة النصر مستمرة، ومن المحاولة الأولى فقط النصر كان فقط بحاجة للمحاولة الأولى، وعاصفة النصر مستمرة، وهدف من بروزوفيتش، الله بروزوفيتش بروزوفيتش، هذه أهدافه، هذه أهدافه، بل هذه حطاته، لأن الكرة ما كانت قوية بالمناسبة، الكرة ما كان، لكن حطها حط حطها، الله الله على الحطة على الحطة، هذا أبو الحطات الآن، هذا أبو الحطات، والهدف الأول في المباراة للنصر. والعشاق القادمون، أنا قبل شوي كنت أقول عن نادي الأخدود، عن استراتيجية الأخدود أنه لن يندفع، يريد أن يمنع النصر من التسجيل، لكنه النصر أكثر ترابطا، النصر سجل هدفا مبكرا، النصر أيضا يتقدم للأمام، النصر عنده محاولة في هذا المكان خطيرة، العرضية في هذا المكان فرصة للنصر، الله، هدف 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 نصراوي ثاني، وابتسامة رونالدو مستمرة، ابتسامة رونالدو ونجم الشباك، نجم الشباك يواصل هز الشباك، اي نعم، نجم الشباك كريستيانو رونالدو يواصل هز الشباك، أخطأ المدافع هنا، وأن تخطئ هنا علي الحسن، نعم أخطأ المدافع وعلي الحسن بعد ذلك التمريرة للدون، نجم الشباك يواصل هز الشباك في الشوط الأول فقط، وحتى الآن المعطيات تقول لنا ما يلي، نحن ربما أمام نتيجة ربما كبيرة، أمام نتيجة ربما كبيرة، وطبعا أتكلم عن نتائج كبيرة، لأن أكبر ما فعل النصر هذا الموسم من ساعة كاملة من اللعب المستمر، ولا زال الحضور مستمتع مستمتع هنا، هذه كرة خطيرة في هذا المكان، التسديدة، الله، هدف هدف للأخدود، نعم هدف للأخدود، الذي يقال بأنه يعيش عامه الأخير في مدريد مع الفريق الملكي المتوج أو الباحث عن لقب دوري أبطال، مرور جميل، عرضية خطيرة في هذا المكان، لكن إبعاد إبعاد إبعاد، الله الله، عودة من 2-2 هنا في نجران، الأخدود الذي يستقبل النصر للمرة الأولى في نجران، وكان متأخرا بهدفين، والكرة تلعب للأمام، التوفيتة حلوة، الكرة جميلة، المحاولة مستمرة، الكرة لبروزوفيتش في هذا المكان، المحاولة قائمة، العرضية تأتي الآن، الكرة عالية، الله، آه، وتقف مرة أخرى قوية، الله، عندما يجتمع الجميل والجمال في لعبة واحدة، عندما يجتمع الجميل والجمال في لعبة واحدة، هذا هو هدف مارسيلو بروزوفيتش، الجميل والجمال في لعبة، هذه الأولى، هذه للدون، بعد ذلك أبعدت، لكن أبعدت أبعدت على قدم من؟ على قدم مارسيلو بروزوفيتش، جاء بكرة لا تصد ولا تراد، تعانق الشباك ولكنها عانقت قلوب النصراوية قبل ذلك كله، عندما يجتمع الجميل والجمال في الملعب والمدرجات، النصراوي اللي كان زعلان على نقطتين ثمينتين يعود من بعيد، نعم يعود من بعيد، ويتقدم النصر ويتقدم العالم.